كيف كنقولوا في تفاصيل المقابله يكون اداء هجومي يعطي فرجه حتى الجمهور اللي جاي يحضر، وان كان العدد قليل ولا الجماهير اللي كتتابع التفاصيل ديال هذه المقابله. يعني هذا النهج هذا ما كتشوفش بانه كلف المنتخب هذا الهدف على مستوى الجوله الاولى؟ هو انا تنظن ملي كنشوفوا الحافظي يسجل، اذا تغيير يحسب للمدرب محمد فخر. صراحه فخر لم اكن متفق معك في خروج المزغودي، ولكن الان يمكن ان اقول بانك استطعت ان تؤكد بانه نظره المدرب تفوق نظره المعلق. والحافظي يسجل هدف التعادل، الحافظي يسجل هدف التعادل. محمد فخر بكل هدوء واكيد بانه كما قلت مباراه ماشي سهله، مباراه ماشي سهله، كان بناء محكم وجيد. محسن ياسور هيئ الكره، قلت بانه يمكن انه العناصر المغربيه انها تسجل التعادل. اذا جميرك يرفع الكره بطريقه جميله والحافظي يسجل. مباراة صعبة ومباراة متكافئة، يعني كيف ما نقول لما كيكون التكافؤ كتصعب المباراة.